بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودروس دين تحنها هاي إنه كسود وإنه كتاب حسن المسلم كه وحبر عرشين لها قف كستو كفاية سنة دروس دين وحاكون أسن إنه كتابك عندك وهيو سي مكاسي يعني عشرة سي أولى صعودة أو قاطو عشرين كواد بين صوق قاطني سبحان الله سقالات بين إن شاء الله ولحد أي كشوتشني هل كبر إن شاء الله كسي ودي دورنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قفك حرف أخر قرآنك إلهي كمدة هل حسن أي لو قرية والحسنة بعشر أمثالها حسنة ولبا وحوي ولقنتها طبعا لاب لا أقول ألف لام حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم أورن ما هو حرف كلية، لكن ألف كن هو حرف، لام كن هو حرف، ميم كن هو حرف. يعني متى استوى كم ذو حلقة سيرة عشر أمثالها. ما كان مكان ألف لام ميم ترى صدق درجة هليسة وحسن هذا. الحمد لله رب العالمين. حديث كتب ذا سوور نية صحيح الجامع الصغير وكويا لا. وعن عقب بن عامر رضي الله عنه قال وحولي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صباحي ونحن في الصفة أنجو الصفة كتشنا الصفة وقيب دم مساج كدي بيقول لها وذلك الضيّر طاهم صاحب ذي سيحان شريه. فقال عندكم إن أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان كي نبات شعل صباح البيضان أكل له بطحان وماشي سيردي حولان وكريب سنين أو إلى العقيق أبا وذيك عقيق ولا بضوح عمراء مقال المدينة من بطحان بلنا من عقيق بلنا ضوحة صحوال يا سيردها الوكريب سنين هل كان أكل له فيأتي منه دبنا أكليما دون ناقتين لبح على ذو كوماوين أدو شلس من في غير إثم ولا قضيعة الرحم يسوي الدم بنقل عندنا دعين رحمنا أنقوينين إنه لا بحر هذا معاشة ما نول بك سيرده كبا كسو معاشه أو ككينو يا تعل. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك دواء تعل لها سيدة دي. قال فلا يغدو أحدكم متكين مانو كسوك ليه كرين إلى المسجد مساجدك فيعلم أو دبنا آن وحبرني إن علمك أو يقرأ آيتين من كتاب الله وكتاب كريه اللي بقى يوضا كمدة أنا أخسن كرينين خير له تاساوغ خير بدن من ناقتين لبا حلادو كسوه لسيرده لبا آيادو داخرده وصبح كتابك إلهي كاخرده أيا كاقي قيمة بدن لبا حلاد أو شرشلس أو سيرده مارو بكاسو قلا أو آن حران هين حلالة والثلاث خير له من ثلاث صدح با صدح كخير بدن صدح آيادو داخرده أي صدح حلاد كاقي خير بدن وأربع خير له من أربعين أفر با أفر كاقي خير بدن ومن عدادهن من الإبل آيات كستا هل آيات ماتي هل آل صحيح شو هلا أي أود جانتا بك خير بنتها مركز إذا دون سنين ما هاي يعني معاشتا بحا قرآن كوا آخر سنة ويجي من بقول سلام سلام آيات آخر لابا وأود جانتا هل أبو حك خير بمال وجود إما تود جانتا ومثال بدأ بدك في قانين قيل يقيمها ولا يهاي إن قرآن كما قال لهم مثاليه وحوي وسول ويني فهم سنوي هذا كلام مسلم بسوري نبغى على سلام سلام نجوه رمي يفضل ذكر ولا يوحى كلوي من قعد مقعدا روح مال فريسته لم يذكر الله فيه أو إلهي آنه كحسن قبطه فريسته كانت عليه دشي سوحاها من الله حق إلهي ترة أي حسرة مروقة كرع ذلك قيامه وكمروقة فرقة ومن يدجع مدجع عن قفح مالتي فسدة لم يذكر الله فيه أو هلك آنه إلهي كحسن كانت عليه من الله ترة إلهي حق سمروقة يا كرع ذو يعني قيامه وكمروقة بركة مال كستود تشوكتو أداد فرد ويا فريستو أداد ماتي كيف ستو أداد استأكتو سبحان الله استغفر الله الحمد لله محيكو يلي هلا يحكي يا سمجتو يعني إذا ما تحس كي عرف كويس على الدنيا حديث كاس أبو داود بسوري هي غيره. قال صلى الله عليه وسلم بكم كروا حولي ما جلس قوم مجلسا ضد ميل ما فريستان لم يذكر الله فيه إله يعني كحسين أنت ميل فريستان حس كي إله ما إلا بان معناه ولم يصلوا على نبيه النبي قد ركم صليان إلا كان عليهم ترة ما لن تقيامها مروي يكون قطعية ندامة فإن شاء عذبهم هدي له وضروا عذابه وإن شاء غفر الله هدو وضروا ودم بالعفا مركا هل استثابة لقوش لها هذا الحس ويدو يعني إلهي سبحانه وتعالى دم باتكك الشيء مروينا ويكون قنسا إلهي ضروا عذابه ضروا ودم بالعفا. وقال صلى الله عليه وسلم وحكى له ما من قوم يقومون مجر قوم كسوكعة من مجلس مالي فديين لا يذكرون الله
فيه أو أنا إلهي كحسن بأشعة إلا هذيك لقام وحي كسوك عن مثل جيفة حمار وحد مدبختي دمير يعني قرمونك ماشي عليك سوك عين قرمون بك صوب حد دمير بختي آد مودو النبي عليه السلام وكان اللهم حسرة مرغن ويكون نقطة كمالك استولي سوي ما دول بعد الفريستو الحسك له إلا سوق عضو أيام كالقوبة بادية هل كاوحنا كصوب حني فضل جيد ذكر يقول الله حسك إلهي سبحانه وتعالى الحصو يفضل يقول لي هي درجة اللي جه لي وعن كل قلنا هكذا أذكار الاستيقاظ من النوم يعني وقيبه ذكر يقول الله بين هذا جود قلنا وحقو صوب رأي مركا إنه ديو أصلا نقولنا هبين كي كصوب عن هرداد الصبحي واقو نوبريو محاط كوب بلا بيسا أركس كبلا مسادكات الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور بالونيس الحمد لله ما هذا الله أسكاله إلهي نسون وليي مركي وندلي دب كدب لما شد وعد مات يعني يقول دب وعد ما شير وي وعد ما شير ما تشاء أدوك وقت كتجلس دارين كعقول ربي إلهي نسون وليي ما كنا دلي كدب أيام ما هذا أسكاله إسقى حق يسان أمنا قنينا أنت عصا أيام لقب لعبة حديث أبو داود بسوري يا شامع الترمذي سوري شامع يا أحمد بن حنبل سوري رحمه الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي انت ساسرع نسا ومعنى دعاء إلهي سبحانه وتعالى سيكلية وحل شريك وحل له مجره بغطو يسقى أسكالة مهضنا يسقى أسكالة شيء ما يسقى أودة إلهي بحمان كان نسهن ما هذا سيء أصغناتي إلهي يا نسغيه العبدا مجره إلهي بوين حول يا ما تحيال يا قوة ونملهن سقى ونكتر سنة مو يعني إلهي يد مداف انت يا ناتر هذا وحن بقول صلى الله عليه وسلم قفك صلى الله لحظة إلهي دعاء سنة وأقبلة هدو يسيستو مكاسي عن وسلاته كدنة صلاة الله وكاقبلة سبحانه وتعالى وهكا لو قفك ورريا مقصوته سويه الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره ما هذا الله أصدقنا تدمانتين إلهي عاف مادي سي يشركي يعاف مادي يعني قوما كصوت توصي عاف مادي قصو توصي الحمد لله ورد علي روحي روح لي قطك تنا إيسو علي إيسو قلي إيه ماتي وأذن لي بذكره إنا نحصه وأن حصوصتنا إيه أقول هذا إيه ماتي يعني إيه إلهامي وإن بدل ما نحصوصني تحسن وحوية وحديث كلام ما تاني بقى سكسون هذه مت كم إذا أخري كرتها ضرور ما هذا كله قبل الأخرى ده هل حديث أم هل ذكري أو كم إذا أذكر تاسي أي ضرر نيسا كاسة ما كان لازم يسا نفط بريسا إلهي سبحانه وتعالى وحكى له يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يعني أذكر الأخرى أيه ما كان صوت وصوح كم إذا النبي عليه السلام كان بين كيكعو سلطة لك أوكعو تودي بدأ يستاجو حد جها أيه أيوة أيضا آخر إن في خلق السماوات والأرض أبورت السماوات كي يلولك واختلاف الليل والنهار سويدار كبير كي ما تسويد وذارن إياه آيات باكسو غني عبروين عدي وعقل له لأولي الألباب ذاتك عقل له الذين واكوي ألبابكو يذكرون الله إلهي حصا قياما يقو تاقا وقعودا يقو فليا وعلى جنوبهم يقو تشيفا انت ما حسك إلهي والله وضيه ويتفكرون وقوة كفكرة في خلق السماوات والأرض أبورت السماوات كالوكي كفكرة سيد الله وأبو ري سبحانه وتعالى يبا حد اللي يهين يومات علم حكمة دي علمي كتلة يأود إلهي كالح مغطى أي كفكرة المؤمنين تو إلهي كعب صنية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا يومك أوراني يومك فكرة يأود إلهي أركان أي أوراني ربنا ما خلقت هذا باطلا إله وحن أود إنتن لك يمخلوقاتك إنتن لك يا نظام كان عجيب كاهي ما تيجي كسر عنا يام إلهه بادل يا دليل يا معنى الآن ما ضابورني حكمة وين بدي إلهي وكله يا ضحي أبكوا أبورت سبحانك إله وأذا حماك نسهن فغنى عذاب النار إله النار تنقى إله لي ونقى دور ربنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته إله عد النار أدقل سواد ليس وما للظالمين من أنصار ظالمين تنا إله عد قرقرتا مجرتها نقدر ربنا إننا سمعنا إله وحن مقلي منادي ينادي للإيمان متباقية أو إيمانك كباقي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم ربنا الرمي بوليه فآمنا إله وأن الرمينا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إله ذنوب تيدنا قرداف وكفر عنا سيئاتنا
دعدعية ذنوبتي الرسق غيرت إله ونجا أستر ونجا قري وتوفنا مع الأبرار تتكبارين تي وناسينك وعابد إله معودة نقدر ونراعي ربنا ربنا وآتنا نصيما وعتنا وحنا بلقى على رسولك على لسان رسولك سوشا وحيد بلقى نوسو ديبتو أحقف كمو مكاينة شنين دورو إله نوبلق بلنتا نوفي ولا تخزينا إله هنقد لين يوم القيامة ما أنت قيامة إنك أدو لا تخلف الميعاد إله بلنك ما خلاف تده إله بلنت هذا نو بلنك هذا نو أوفي فاستجاب اللهم ربهم رب قد بأ أتشيبي بأي إلهي سبحانه وتعالى ربي وكا أتشيبي دعاء دا يبري يدا إلهي وكا أقبلي بهاي إلهي كو أتشيبي إني لا أضيع أني لا أضيع أن أقول من مايو أمل عامل منكم متشقيتي الشقديسة وإذا كمدة لمن مايو إلهي ليس من ذكر أو أنثى رجي دبركو دونها هذا بعضكم من بعض بركما بربي كم ديهين مؤمن كي مؤمن الدو الدو ما تي ذكي الإسلام كارجي دمر إلى هو اللسمي سبحانه وتعالى واجبات كانوا ولا ودلي هاي شنا ذي أبار كانوا ولا ودلي فالذين هاجروا كوه سوه شرودي وأخرجوا من ديارهم قريه ودي لقصو صاري وأوذوا في سبيني أنا قدرت الله دبي إلهي سبحانه وتعالى دينت إلهي يقول قال الله دبي وقاتلوا دقالمي وقتلوا لقول لا يكو شهيدي لو كفرن عنهم سيئاتهم ذنوب تودان كاستور دونا خلاف دونا ولا أدخلنهم وحنقلن دونا جنات تجري من تحت الأنهار شنو يعيو بيا لحق القليان أي أنقلن دونا ثوابا من عند الله يدو تاسايته أبا المرح حق إلهي كسونات والله عنده حسن الثواب إلهي أكتيسة أي أمات يعني ثوابك قورة سنة ويا له هل كاسين ما تنشاء الله كديننا والله أعلم وبالله التوفيق.